اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. انا ساندرا وهعمل معاكم النهارده اكتر قطعيه فراخ انا واعتقد كل الولاد بيحبوها، هي الدبابيس. الدبابيس معروف ان احنا عاده بناكلها او بنقدمها بطريقه اللي كلنا بنحبها اللي هي المقليه دي. هعمل معاكم النهارده وصفه الدبابيس بقى بطريقه مختلفه شويه. الطريقه الحقيقه اللي هي لو رجعنا لاصل اكلنا هو احنا كنا بناكل كده قبل ما يبتدي ينزل عندنا محلات كتيرة ومطاعم كتيرة وناس بتحاول تقلي أكل على قد ما تقدر. إحنا كنا طول عمرنا بنطبخ الأكل بزيوت طبيعية وبالصلصة وبشوية خضار وندخله الفرن أو نحطه يتسبك على البوتاجاز بهدوء كده، والعيلة كلها تقعد تاكل من نفس الوجبة. ده اللي هحاول أعمله معاكم النهاردة، أن أنا أعمل بايركس أو صينية فراخ كلنا نتجمع حواليها وناكلها. هي قريبة شوية من صينية الفراخ اللي بالبطاطس، بس أنا مغيرة شوية مكونات وشوية خضروات من اللي بنحطها. الأطفال بتحب حاجتين قوي، دبابيس الفراخ والذرة الحلوة. الاتنين دول أنا حطيتهم في وصفة صينية الفراخ بتاعت النهاردة. هقول لكم بقى على بقية المقادير التوابل بتاعتها. معانا ايه؟ معانا أول حاجة دبابيس فراخ أهي، خل، زيت زيتون، صلصة، بصل باودر، توم باودر، زعتر، رشة جوزة الطيب صغيرة، ليمون، ومعلقة هريسة. الهريسة دي نقدر نستغنى عنها لو في أطفال هتاكل. الخضار بتاعنا ايه؟ معانا ذرة حلوة متقطع كده، معانا بصل، ومعانا راس توم سليمة خلاص، وطبعا الروزماري ما نستغناش عنه لما نيجي نعمل صينية فراخ في الفرن. احنا اول حاجة هنتبل الفراخ. هنعمل ايه؟ هنحط الخلطة بتاعتي دي كلها، هخلطها مع بعض الاول وبعدين اضيف ليها الفراخ. دبابيس الفراخ، عايزين دبابيس الفراخ من القطعيات السهلة في الاكل اللي بتاخدش وقت في السوى، عشان كده بقول لكم انا بحبها زي الولاد بالظبط لانها بالنسبة لي سهلة. انا بعملها بحطها نص ساعة في الفرن بتطلع، الغدا بيبقى جاهز خلاص. تعالوا الاول نحط مكونات التتبيلة مع بعض ونخلطها، وما ننساش نزود عليها ملح وفلفل، وبعدين ننزل فيها او عليها بالفراخ. زي ما قلت لكم دبابيس الفراخ ما بتاخدش وقت في السوى، لكن لو عايزين انتوا تحطوها في التتبيله دي تعملوا فيها فتحه كده صغيره بحيث تشرب التتبيله اكتر تقدروا، بس دي خطوه اختياريه خلاص. بصوا انا كل المكونات، جوزة الطيب بس ركزوا رشة صغيرة عشان هو لو زاد بيمرر جامد قوي. طيب هنعمل هناخد المكونات دي ونقلبها مع بعض وندخل، بس الاول نحط ملح وفلفل. دايما الملح حطوا حاجة بسيطة، وبعدين لو حد حب ان هو يزود ملح وهو بياكل يقدر، لكن لو حطينا كتير مش هنقدر نقلل منه وقت الاكل خلاص. اهو انا هعمل الوصفة دي بمنتهى البساطة، ان انا بسيب الفراخ تتبل في المارينيشن بتاعها او في التتبيله بتاعتها مده ما تقلش عن ساعتين. وساعتين يا جماعه انا قافله البوله بتاعتي وحطها في الثلاجه، لان ما دام الفراخ بتاعتي او اي بروتين وصل لدرجه حراره الغرفه انا ما اقدرش اسيبه يتبل بره الثلاجه وقت، انا خلاص هو كده هيبتدي يبوظ مني. لو سبته منقوع في التتبيله بره الثلاجه هيبوظ. جايز شكله ما يتغيرش، جايز لونه ما يتغيرش، ولكن تكوينه بيتغير وبيبتدي يبقى دخل في مرحلة انه مش امن للأكل خلاص. فمهم قوي ان انتوا تحافظوا على درجة حرارة البروتين بتاعكم. مدام بقى بدرجة حرارة الغرفة ما بقاش مجمد او جايبينه فريش ما تسيبوهوش برا. انا حطيت التتبيلة دلوقتي، المفروض هنقفل دي بسترتش او نحطها في علبة اللي هي ما بتدخلش الهواء، وهندخلها التلاجة على الاقل ساعتين، ممكن توصل لاربع ساعات ست ساعات مفيش مشكلة. هتلاقوا لون الفريخ نفسه اتغير، شرب من التتبيلة. طيب احنا عشان ما عندناش وقت فهنشتغل بالفريخ على طول. هنعمل معايا
الخضار بتاعي. بصوا اهو، هاخد ايه حته كده من التتبيله بس ايه اغطي، ومعايا كمان شويه بصل. خلاص كده انا عملت ايه قاعده للفراخ بتاعتي. ابتدي بقى اخد الفراخ احطها. بما ان انا بعمل قطعيه صغيره من الفرخه ما بتاخدش وقت كتير في السوى، فانا مش محتاجه ان انا اسيبها وقت كتير في الفرن. انا ممكن اغطيها لمده ودي حاجه اختياري، يعني انا شخصيا لما بعملها في البيت بعملها من غير ما اغطيها، بدخلها الفرن يتعمل لها روستنج على طول. طب لو انتوا عايزين تغطوها تغطوها حاجه كده ما تزيدش عن ايه، عن ربع ساعه مثلا، وبعدين تشيلوا الفويل او تشيلوا اي حاجه مغطيين بيها وتسيبوها تكمل سوى. خلاص انا ايه اهو احط بقى الروزماري بتاعي، بس ايه هاخده كده، شايفين الحركة دي؟ علشان ما يتحرقش مني، ما هي التتبيلة بتاعتي دي او المارينيشن بتاعي فيه ايه؟ فيه زيت، فانا لو حطيت ده وهو ورق كده هتلاقوه فحم وعمل ريحة مش حلوة في الفرن، هيبقى عكس عمل يعني عكس اللي انا عايزاه. انا بس محتاجة ايه اغطيه بالتتبيلة اهو واحطه كده. كده دي جاهزه ان انا ادخلها الفرن. تعالوا نشوف بقى ايه ممكن كمان، على فكره عارفين تزودوا ايه؟ راس الثوم دي يا تحطوها سليمه يا تقطعوها بالعرض كده. شايفين دي؟ تاخدوها بقى تحطوها ايه جوه هنا كده، بصه لجوه. خلاص تعالوا ندخلها الفرن. الفرن سخن على 180، هدخلها في الرف اللي في النص. انا مش هغطيها، لو انتوا عاملين كميه اكبر ممكن تحتاج انها تتغطى ربع ساعه وبعدين تشيل الغطاء من عليها. كده اول وصفه بقت ايه جاهزه معانا او دخلناها الفرن. هنطلع الفاصل ونرجع نطلعها من الفرن ونعمل معاكم وصفه هتعجب الولاد والكبار. وزي ما قلنا فكره النهارده ان احنا كلنا نحط حاجه واحده كده انترستنج وعجبه اطفال وكبار، وكلنا نتلم على ترابيزه سفره واحده وناكلها مع بعض. استنونا بعد الفاصل بفان كيك. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. طلعنا الفراخ من الفرن وحطيتها في طبق التقديم. بصوا شكلها حلو ازاي، واخده لون، ما اديتهاش لون، ما سبتهاش زياده عن اللزوم فنشفت مني، لا سبتها ما بين 35 ل 40 دقيقه وطلعت حلوه جدا جدا جدا. انا بحب اللون ده لانه لو اغمق من كده بحس انها بتنشف من جوه. وصفه الحلو بقى بتاع الغدوه دي ميني بان كيكس. بس هبتدي هعمل ايه؟ البان كيكس عادة بتتقدم كبيرة كده حلوة وتخينة، فده معناه ان فيها نسبة نشويات وفيها نسبة اي حاجة حطها من مكونات كتيرة، فده بيخليها صعب ان انا ادخلها في نظامي الغذائي لو انا عاملة دايت. طب اعمل ايه لو انا عايزة اكلها مرة كده بعد الغداء كنوع من انواع الحلو ونفسي يفني عليها ومش عايزة في نفس الوقت ابوظ الدايت؟ هعمل حاجتين، هبتدي العب في المكونات اخليها صحية اكتر، وتاني حاجة ان انا ازود لها فاكهة فوقيها او جواها، وده اللي هنعمله معاكم النهارده. هعمل ميني بانكيكس مع الفاكهه. تعالوا نبص كده على المقادير مع بعض. المقادير بتاعتي سهله قوي، معايا زبادي ومعايا كاكاو خام خالي من السكر، بيكنج باودر، بيض، ومعلقه دقيق شوفان. معايا ايه بقى للوش؟ معايا موز وفراوله وتفاح وعسل او ميبل سيرب. الفاكهه تقدروا تستخدموا اللي موجود عندكم، كيوي عندكم، تفاح بس عندكم، فراوله بس، اي عندكم بلح، اي بواقي فاكهه موجوده عندكم متقطعه كده تقدروا ايه تستخدموها. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا اول حاجه هحط الزبادي والبيض وكاكاو
خلينا الاول نقلب دول. طيب هتسألوني انا هنا ليه مش حاطة فانيلا، تقدروا تحطوا فانيلا بس انا عشان مستعملة ميبل سيرب فهو بيبقى اوريدي فيه طعم حلو بيغطي على زفارة البيض لو البيض اساسا زفر، وكمان مستعملة كاكاو. الكاكاو من الحاجات اللي ليها ريحة بالظبط وطعم زي، يقدر يغنيني عن الفانيلا ويقدر يغنيني كمان عن القرفة او اي حاجة نكهة بزودها لل بيض بتاعي. دلوقتي انا اخدت المكونات الجافه اللي هي الشوفان والكاكاو والبيكنج باودر وقلبتهم مع بعض كويس، وهبتدي انزل بيهم على الخليط. خلاص ناخد بقيه الشوفان. هعمل ايه بقى؟ ده كده خليط بانكيك جاهز، انا بس عايزه اغمقه سنه، فممكن ايه حسب نوع الكاكاو اللي عندكم، انا هنا ممكن ازود معلقه صغيره كده حسب نوع الكاكاو. انا اللي زودته دلوقتي ده عشان بس ايه اغمق لونها شويه. خلاص هي بانكيكس بشوكولاته فمختلفه شويه عن البانكيكس الفانيلا اللي احنا متعودين عليها. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه. هروح جنب الطاسة اللي انا ايه مسخناها وهعمل ايه، هاخد من ده كده. بص خلاص دي بانكيكس عادية، ما ايه ما اخترعناش حاجة. خلاص طيب تعالوا بقى نجرب نحشيها بالفاكهة. يعني ايه؟ يعني انا معايا الفراولة اهي، صح اهي، واحدة بانكيك طبقة، حط فراولاية وبعدين هقفل عليها بخليط بانكيك تاني. بقت ايه؟ بقت بانكيكس محشية بالفاكهة. طب انا عملت ايه؟ قللت كمية الخليط اللي انا باخده وزودت كمية الفاكهة او الحاجة الطبيعية اللي ايه اللي انا باكلها. تعالوا نجرب واحدة بالموز. اعملوا بقى مينيز براحتكو، احجام كبيرة، اللي ايه اللي انتوا عايزين تاكلوا منه. اهي نقفل عليها. خلاص هقلب البانكيك امتى؟ لما الحته اللي بتلمع دي، الوش اللي بيلمع ده يبقى مط، يبقى ما بيلمعش، ده دليل انه خلاص هي كده جاهزه انها تتقلب. لو قلبتها قبل كده، انا دلوقتي حطيت على نار ايه متوسطه، لو قلبتها قبل كده ايه اللي هيحصل؟ هتبوظ مني وهتتدلدق في كل حته. خلاص طيب انا عايزه اعمل معاكم واحده اكبر شويه. اهي بقت ايه بانكيك عاديه جاهزه ان انا اقدمها من غير اختراعات فيها. خلاص عشان اللي عايز يبقى ايه بيجربها زي ما هي. بصوا الحلاوه، انا عايزه بس ايه اسند. خلوا بالكم لان الشوكليت ممكن تخدعكم وتخليكوا تسيبوها فترة أطول، لأنه لونها لون اللسعة بتاعتها أو لون إنها استوت مش باين، فمهم إن انتوا تبقوا مركزين معاها. أول ما تقدروا تبقوا بتشيلوها كده تتشال وتتقلب على طول. خلاص طيب تعالوا نشوف بقى هيطلع شكلها عامل ازاي وبنقدمها ازاي. شكلها بيطلع عامل كده. انا عملت هنا ايه احجام اصغر شويه، شايفين شكلها؟ طيب هقدمها،
عايزه اقول لكم ان انا ممكن دلوقتي شريحه التفاح دي اخدها احطها، شايفين البانكيك الكبيره اللي انا عملتها احطها جواها كده هيطلع شكلها وطعمها حلوين جدا برضو. خلاص انا دول عملتهم حجم اصغر شويه، شايفين عايزه اقطع معاكم واحده. بصوا حلوه جدا، اصلا الاطفال لما بتشوف حاجات كده اختراعات بتبقى متحمسه جدا تجربها. بصوا دي ايه، بانكيك، ميني بانكيكس بالفاكهه. طيب تعالوا نشوف بقى اللي احنا عملناهم جهزوا ولا لا. هايلين، استووا هايلين، تعالوا نطلعهم على حاجه. يبقى زي ما قلنا احنا تقدروا تحشوهم اي حاجه انتوا عايزينها. دي ايه لسه، شايفين هنا، شايفين دي لسه باين من الجنب انها فيها عجين من جوه فما هطلعهاش. شايفين باينه ازاي من الجنب في الطاسه اهو، باين من هنا. خلاص دي بقى ايه، تعالوا، لا دي لسه ممكن نسيبها شويه على ما نقلبها. عايزه اقول لكم الوصفه دي من احلى وصفات البانكيك اللي ممكن تعملوها. عندكم خيار ان انتوا تعملوها ساده زي ما عملنا اول اتنين دول، وعندكم اوبشن تاني ان انتوا تبقوا بتحشوها زي ما عملنا الاتنين دول وزي ما عملنا المينيز دي. انا بحب المينيز دي جدا لانه هي احنا الفكره ان احنا بنحط كميه اقل بس وبنقدمها بقى بنحط لها ايه السكر. خلوا بالكم احنا في كل الخطوات دي لسه ما حطيناش اي سكر لا طبيعي ولا صناعي. طب السكر بتاعي جاي منين او حلاوتها جايه منين؟ جايه من الفاكهه اللي هتتقدم معاها، خلاص، وجايه من الميبل سيرب او العسل اللي هحطه فوقيها. تعالوا كده نشوف ايه، هنحط دول مع بعض كده ونقرب دول شويه ونطلع دي نقلبها وايه، ناخد شويه بقى من العسل او من الميبل سيرب احطهم فوق المينيز اللي انا عاملاها او الميني بانكيكس اللي انا عاملاها اهو. برضو ايه باعتدال، لان انا لو بحاول اظبط وزني او اظبط كميه السكر اللي داخل جسمي، طبعا العسل مصدر حلو جدا للسكر ولكن هو لسه مصدر سكر، فيه فيتامينات فيه كل حاجه ولكن فيه سعرات وبيرفع نسبه السكر في الدم. اه مش زي السكر الابيض، بس لو انا مريض سكر ما اقدرش اخد منه كتير برضو. فايه كل حاجه انا بشوف الاعتدال ده مفتاح ان انا اقدر اكل كل حاجه نفسي فيها، وان انا اخس، وان انا اظبط سكري، وان انا اعمل كل حاجه بس ايه من غير حرمان واوصل اللي انا عايزه، بس الاعتدال هو المفتاح. عملنا معاكم النهارده وصفتين، يا رب يكونوا عجبوكوا. اول وصفه هي صينيه الفراخ اللي في الفرن اللي هي ايه جامعه كده اذواق العيله كلها، وكلنا نقدر نتلم ونقعد على سفره واحده نستمتع بيها. وحلينا بالبانكيكس اللي بالشوكليت، عملنا منها المينيز وعملنا منها الوسط، الوصفه اسمها ميني شوكليت بانكيك. حشينا منهم شويه بالفاكهه وعملنا شويه تانيين ساده علشان نرضي اذواق العيله كلها. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. لو عايزين وصفات تانيه معينه تعجبكم وتعجب اولادكم، عايزين نعملها مع بعض بطريقه صحيه، ابعتوا قولوا لنا. مستنيينكم في حلقه جديده من بالهنا والشفا.